لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هو درس تمام 40 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أتمم الحديث الذي كنا بصدد شرحه في الأسبوع الماضي، ألفت النظر إلى شيء هو في الحقيقة خارج عن مسار درسنا، لكن فيه استجابة لكثير من الإخوة المتطلعين والسائلين. منذ أن صدرت الطبعة الأولى من كتاب الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، رجوت الإخوة القراء أن يرسلوا إلي ملاحظاتهم وأسئلتهم واستشكالاتهم، وأخذت أستقبل فعلا هذه الأسئلة، وانتظرت طويلا رغبة في أن يصلني المزيد. ولما تكاثر لدي قدر كبير من الأسئلة والاستشكالات والانتقادات أيضا، عهدت بها جميعا إلى الطبعة الثانية وكونت منها ملحقا قد يقارب في حجمه الكتاب الأصلي، وهو الآن تحت الطبع، وسيجد الإخوة الذين لم يضنوا بعرض أسئلتهم واستشكالاتهم الأجوبة عن كل هذه الأسئلة. ولم نضع بيننا وبين هؤلاء الإخوة إلا موازين العلم، وربما ظهرت الطبعة الثانية أو هي في الواقع الثالثة أو الرابعة ربما خلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. بين هذه الأسئلة سؤال تكرر أكثر من مرة، وهو أنني عندما قلت أن الله عز وجل أرجأ عقاب الذين يعرضون عن حقوق الله عز وجل إلى يوم القيامة ولم يلاحق العصاة بالعقاب الدنيوي العاجل إلا عندما تكون جرائمهم أو معاصيهم إهدارا لحقوق العباد، وهذا شيء ذكره العلماء ولست في هذا متنبها إلى شيء لم يتنبه إليه غيري، فمن جملة العلماء الذين قالوا هذا الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة. لكن الواقع أنه فاتني استثناء هام وقد نبهني إليه بعض الإخوة. سائر الحقوق الإلهية يرجئ الله عز وجل عقاب المعرضين عنها إلى يوم القيامة إلا حق واحد، وهو الصلاة. ترك الصلاة عمدا إذا ثبت ذلك وارتفع الأمر إلى القضاء يستتاب تارك الصلاة هذا، ولولي أمر المسلمين أن ينظره مدة هو يراها، ولكن إذا لم يصلي يقتل حدا إن كان معترفا بوجوب الصلاة. فهذه عقوبة شرعها الله عز وجل لمن أهدر حقا من حقوق الله، ومع ذلك فهذه الحقوق العقوبة
إنما تقع في دار الدنيا. هذا مستثنى. أما سائر الحقوق الربانية فقد أرجى الله سبحانه وتعالى عقابها إلى يوم القيامة، ولقد تداركت هذا بعد أن فاتني في الطبعة الأولى، وهو الآن مرقوم في الطبعة الآتية إن شاء الله عز وجل. هنالك إشكال أرسل إلي ثلاثة إخوة يستشكلونه، لكنه لا علاقة له بكتاب الجهاد، أمرا يستشكلونه فيما يتعلق بعورة المرأة أمام الأجانب، ما حدودها؟ قد أوضحت ذلك في كتاب لي اسمه هذه مشكلاتنا، وقلت هنالك خصومة ممتدة لا معنى لها ولا داعي لها بين فئات المسلمين والمسلمات، هل يجوز أن ترتدي المرأة جلبابا لا يصل طوله إلى الكعبين كالذي يسمونه اليوم بالمانتو، يصل مثلا إلى نصف الساق أو أدنى أو أكثر، أم لا يجوز؟ تعلمون أن هذه البلدة شهدت خصومة من أجل ذلك، وهنالك من كان ينفخ في نيران هذه الخصومة. قلت الأمر لا يحتاج إلى هذه الخصومة، أما الأكمل فلا شك أنه يتمثل في أن يكون رداء المرأة أو جلبابها، والأسماء لا مشاحة في الاصطلاح، الأكمل أن يكون طوله إلى الكعبين، لكن يجوز أن يكون طوله إلى الساقين. البعض من الإخوة ظنوا أنني أقول يجوز أن تخرج المرأة عارية القدمين بدون جورب إذا كان رداؤها أو جلبابها يطول إلى نصف الساقين. طبعا هذا الكلام غير وارد، وهذا الفهم غير وارد بشكل من الأشكال. نحن نقول إذا كانت الفتاة أو المرأة تلبس جوربا غليظا لا يحكي لون الرجل، وكانت ترتدي فوق ذلك هذا الذي يسمونه الجلباب أو الرداء أو المانطو، كان طوله يصل إلى نصف الساق، فعند جماهير العلماء هذا كاف في أصل الحكم، لكنه مكروه كراهية تنزيه، والكمال أن يكون طوله إلى الكعبين. نظرا إلى أن هذا البحث لا علاقة له بكتاب الجهاد، وكتابي وهذه مشكلاتنا أعتقد أن طبعة جديدة لن تظهر له ولا خلال أشهر، فقد كتبت خلاصة الحكم الفقهي كما يذكر الفقهاء في ذلك، وما لا يدرك كله لا يترك كله، سأتلو عليكم ما قد كتبت راجيا أن تتدبروا بأذهانكم، ومن لم يستطيع أن يتدبر فليعثر على تسجيل هذا الذي أقول، لأن الكتاب الذي سألحق به هذا البحث ليس وشيك الظهور الآن، فأرجو التنبه إلى هذا البحث الفقهي الهام في هذه المسألة. ثلاثة إخوة أرسلوا إلي، مما يدل على أن الموضوع غير واضح في أذهانهم. عورة المرأة أمام الرجال الأجانب. أولا، من المتفق عليه أن ما عدا الوجه والكفين هما عورة المرأة في الصلاة، وأمام الرجال الأجانب عنها، إذ الدليل عليها هنا وهناك في الحالين قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم اختلف الفقهاء في إضافة الوجه
والكفين إليها بالنسبة للأجانب. يا ترى هل الوجه عورة بالنسبة للأجانب والكفين؟ خلاف في هذا معروف ولا ندخل فيه. ثانيا، قرر الفقهاء أن المراد بستر العورة سترها بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق ونحوه. فلو ستر الثوب اللون ولكنه وصف حجم البشرة صحت الصلاة، هذا كلام الفقهاء. قال في حاشية التحفة: فلو صلت بسراويل ضيقة صحت صلاتها. أقول، وهذا كلام ابن حجر، وكالسراويل من باب أولى الجورب الغليظ التي تعتمد المرأة اليوم عليها في ستر قدميها وأدنى ساقيها. إذن المرأة لو لبست شيئا يحكي جسمها من أعلاه إلى أدناه لكن اللون غير ظاهر صلاتها صحيحة. هذا عن الصلاة. ثالثا، كان من مقتضى صحة صلاة المرأة بالسراويل الضيقة أن يجوز رؤية الرجال الأجانب لها بهذا المظهر. الأصل هكذا، نظرا إلى أن معنى العورة في الصلاة وأمام الأجانب واحد كما قرر الفقهاء، وهو ستر لون البشرة بثوب صفيق. ولكن لما كان هذا المظهر مظنة فتنة فقد حرم الفقهاء إبراز القدر الذي هو مبعث للشهوة من ذلك أمام الأجانب، وإن كانت العورة بمعناها الشرعي مستورة. ونظرا إلى أن القدمين المستورين بجورب غليظ وما يعلو فوقهما إلى نصف الساق وقيل ربعه لا يثير منظرهما شهوة ولا يبعث على فتنة، فقد جاز إبرازهما أي بجورب غليظ إلى نصف الساق وقيل إلى ربع الساق، عملا بالأصل الذي هو الاكتفاء بستر العورة، وذلك بأن يكون طول الرداء أو الجلباب أو ما يسمى المنطو إلى نصف الساق، بحيث يكون ما دون ذلك مستورا بجورب غليظ، وإن كان الأفضل أن يكون الثوب سابغا إلى الكعبين. وأساس ذلك ما رواه الحاكم على شرط البخاري والترمذي وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طبعا الكلام عام للرجال والنساء. قالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهم. ومن المعلوم أن النساء لم يكن يلبسن الجوارب آنذاك. قال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا لا يزيد على ذلك. والخلاصة أن على المرأة أن تطيل ثوبها بالقدر الذي يستر حتى وجه القدمين أمام الأجانب إن كانت لا تلبس جوربا، ويجوز أن تجعل طوله إلى نصف الساق وقيل ربع الساق مع لبس جورب غليظ لا يحكي البشرة مع الكراهة التنزيهية، لأن هذا هو المعني في الأصل بستر العورة، ولأن هذا القدر المستور بجورب غليظ ليس مبعثا للفتنة بالنسبة لمشط القدمين وبالنسبة للكعب إلى أول الساق، وليس بين مي فيه
كتاب، وهذه مشكلاتنا، وفيه إلى كل فتاة تؤمن بالله أي تعارض. ولعل الذي استشكل كلامي من الإخوة توهم أنني أجيز أن يكون طول الجلباب إلى منتصف الساق مع ظهور الرجلين بدون جورب، وهو وهم باطل. ما ينبغي أن يخطر في بال متدبر عالم باليسير من أحكام الفقه. أعددت هذا الكلام لإلحاقه بهذا الكتاب، لكن نظرا إلى أن الكتاب سيتأخر صدوره ينبغي أن أجيب الإخوة الذين سألوني، وأرجو أن تشيعوا هذا البيان. هذا الكلام أخذناه من كتاب المجموع للنووي في الجزء الثالث في الصفحة 171 و172 والتحفة لابن حجر مع حواشيها الجزء الثاني صفحة 112 وبدائع الصنائع للكاساني جزء 5 صفحة 122 والمغني لابن قدامة جزء 1 صفحة 503 وبعض المراجع الأخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الإخوة الذين يسألوننا وينبهوننا بين الحين والآخر إلى ما يدفعنا إلى مزيد من الإيضاح ومزيد من الشرح، بل ينبهوننا إذا أخطأنا أن نعود فنصحح أخطاءنا. نعم. وأرجو بالنسبة للمشكلات والأسئلة الكثيرة وأكثرها الآن متكرر أن تظهر أجوبتها المبسطة الواضحة في ملحق كبير مع كتاب الجهاد خلال هذا الشهر الآتي، خلال شهر رمضان إن شاء الله تعالى. بقي أن أقول لأخ كلمني قبل قليل بالهاتف، قال لي أنت ذكرت في خطبة الجمعة بمناسبة حلول يوم نصف من شعبان حديثا، وهو إذا كان يوم نصف من شعبان فصوموا نهاره وقوموا ليله، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيطلع على عباده فيقول ألا هل من مستغفر إلى آخر الحديث، ويقول إنه رأى لا أدري في أي كتاب أنه حديث موضوع. وأظن أن آخر أيضا سألني، قلت لهذا الأخ وأقول لكم إذا كان هنالك أيضا من قد سمع هذا التصور، هذا الحديث موجود في سنن ابن ماجه، وسنن ابن ماجه فيه ضعيف لكن ليس فيه موضوع، والحديث ليس موضوع، موجود في سنن ابن ماجه وقد نقله المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. وهنالك أناس عندهم هواية بتتبع الأحاديث ويعني نوع من الهواية في العثور على أنه أليس حديثا موضوعا أو ضعيفا، ويحجبون أنفسهم بهذه الهواية عن العمل بمضامين هذا الحديث. الحديث ليس موضوع، لكن قد يكون مثلا ضعيفا، ابن ماجه فيه أحاديث ضعيفة، لكن يوجد ما يقارب 20 حديث بفضل شهر شعبان ويوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان، ومنها حديث عائشة المشهور عندما افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت تبحث عنه فرأته يصلي ساجدا وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فلما انفتل من صلاته قال أتظنين أن أخيس بك، أتدرين أي ليلة هذه؟ قالت الله ورسوله أعلم، قال هذه ليلة نصف. طيب لماذا هذه الهواية التي تحجبنا عن عمل ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر يحيى بن معين وعامة علماء الحديث الأحاديث الضعيفة التي وردت بفضائل الأعمال، يعني التي لها أدلة أخرى ثابت أنها من فضائل الأعمال، نعمل بهذه الأحاديث على أن لا نوهم الناس أنها صحيحة.
لكن نستدل بها ونعمل بها. تحقيق في الرواية جيد على أن لا يصل بالناس إلى درجة الهواية التي تجعل من تتبع هذا الموضوع الشغل الشاغل الذي يلهيه عن تطبيق مضمون هذا الحديث. والآن نعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو آخر حديث في باب الحث على الأكل من عمل اليد، عن المقدام بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. أنا سألخص الكلام الذي قلت وأتمم ما قد بقي وننتقل إلى الباب الذي يليه. يقصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبواب الرزق كثيرة، وكلها أبواب مشروعة ومقبولة، لكن هنالك الأبواب المفضلة على غيرها، وهنالك الأبواب المفضولة. فما هو أفضل وسيلة يكتسب الإنسان من خلالها رزقه؟ أفضل الوسائل، أفضل الوسائل تلك التي يجني الإنسان الرزق بواسطتها من عمل يده مباشرة. قلنا معنى هذا أي أن يكون العمل الذي يستدر من خلاله الرزق صناعة، حرفة، زراعة، استصلاح أرض، استنبات أرض، إقامة بناء، عمران بيده يباشر ذلك في حدود حاجات الناس إلى السكنة، التجارة التي تعتمد على السلع التي تفيد المجتمع. هذا هو قصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل اليد. ما المنظور الاقتصادي الذي يهدف إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو العمود الفقري. يعني طيب ما الفرق إذا جنى الإنسان رزقه من خدمات كما يقال اليوم يمارسها، لماذا يكون عمله هذا مفضولا بالنسبة لذاك الآخر الذي يجني رزقه بواسطة الصناعة؟ الفرق أن الصناعات والمهارات والحرف والأعمال اليدوية العضلية التي يقيمها الإنسان ويكتسب من ورائها رزقا تترك دائما آثارا حضارية في المجتمع تغني إخوانه إلى أجيال طويلة. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تمارس صناعة من الصناعات تستدر لك رزقا، أقمت في البلد صناعة، ستستمر هذه الصناعة ويتفيأ الناس ظلالها ويستفيدون منها دهرا. إذا عمدت إلى قطعة أرض موات فأحييتها واستنبتها أو أقمت عليها دور سكنا لإخوانك بواسطة جهدك المباشر، فأنت بهذا غرست أساسا من الأسس الحضارية في بلدك. كذلك أي حرفة من الحرف، كذلك التجارة بسلعة تستفيد منها الأمة، البلد بحاجة إليها، عمل تبدعه تخترعه، أدوية الأمة بحاجة إليها بواسطة خبرتك الصيدلانية واختصاصك الكيميائي
استطعت أن توجد بعض الأدوية لبعض الأمراض بجهدك. هذه الوسائل من الرزق ماذا تصنع؟ تغرس في المجتمع منطلقات حضارية وتغطي حاجات، تغطي حاجات أساسية للأفراد. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال الأخرى التي تستدر الرزق منها لكن بدون جهد عضلي بيدك مباشرة فهو مشروع، لكنه عمل مفضل، عمل مفضول وليس العمل المفضل. يعني ليس العمل الذي يحبذه الإسلام. مثلا ما يسمى اليوم بالخدمات، هنالك وسائل كثيرة كلها تدخل تحت اسم الخدمات، يستدر الناس من ورائها أرزاق. هنالك أعمال السمسرة، يستدر الناس من خلالها أرزاق. هنالك منابع السياحة، يستدر الناس من ورائها أرزاق. هذه السبل إذا خلت من المحرمات وخلت من الانحرافات والخداع ليست محرمة، لكنها لا تساوي أبدا أبدا في السمو والقداسة تلك الدرجة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكدح الإنسان بواسطة يده لجني رزقه. السياحة مصدر كبير كما تعلمون للرزق في أي مجتمع من المجتمعات، لكني أسألكم ماذا عسى أن تفيد السياحة؟ عندما تندلق الفئات السياحية إلى البلد يدخل من جراء ذلك مال، والناس الذين يخدمون السواح ويمارسون أعمالا في هذه الخدمات يستقبلونهم، يقومون بشؤونهم، طبعا يجنون من وراء ذلك أموالا وربما كانت أموالا كثيرة. لكن قل لي ما هو الرصيد الذي يعود إلى الأمة بالنفع الحضاري من وراء ذلك؟ لا شيء. ما كثر ولا ندري هذا المال الذي كثر في أي وجهة سيوظف، لكن عندما يقام المصنع عرفنا هذا المصنع سيندفع وستتفجر منه الأعطيات التي يحتاج إليها الناس في هذه البلد، المصانع المختلفة للحاجيات المختلفة الكثيرة التي لا تكاد تحصى. ولكن عندما يدخل إلى مجتمع من المجتمعات في العام مثلا 10 ملايين مثلا 100 مليون أكثر من السياحة، ليست المهمة، ليس المهم أن يدخل المال، وإنما المهم أن نتساءل أين يذهب المال. إذا رأينا أن هذه الأموال تندلق إلى جيوبنا عن طريق الخدمات عن طريق السمسرة، ولكن هذه الأموال ما تلبث أن تخرج لتحبس أرصدة في الخارج، ما هي الفائدة التي استفدنا منها؟ ليست هنالك أي فائدة. وهنالك طبعا هذا لا يعني أن وسيلة الخدمات ليست وسيلة مشروعة، لا مشروعة، وأن وسيلة خدمة الآخرين عن طريق السمسرة ليست مشروعة، لا مشروعة. في الشريعة الإسلامية باب موجود لأجور الإنسان السمسار الذي يأخذ أجره على ترويج بضاعة لزيد من الناس كالوكلاء. نعم. ليس معنى ذلك أن المال الذي يأتينا عن طريق نوافذ السياحة ليس مالا مشروعا، مشروع، لكن الحضارة لا تبنى من خلال هذه النوافذ أبدا. الحضارة تبنى من خلال جهود بشرية يمارس الناس بأيديهم وبعقولهم وقدراتهم الخاصة أعمالا يقيمونها.
في مدنهم او قراهم او بلادهم، شق طرق، اقامة بنيان، استصلاح اراضي، حفر الارض لاستخراج معادن، لاستخراج ذخر الارض وما اليها، انشاء صناعات، انشاء حرف، التجارة بسلع تصدر الى الخارج او تستورد ضمن الحاجة من الخارج. هذه الاعمال هي التي تبني للانسان المجتمع الحضاري، لانه اشبه ما يكون بشجرة غرستها، بعد حين ستثمر ولسوف تظل تثمر. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك بلدان متأخرة متخلفة اقتصاديا، دخلها من السياحة كبير لكنها تظل متخلفة. كثير بلاد نائية في شرق عالمنا وفي غربه ايضا وفي افريقيا السياحة فيها كثيرة جدا. لماذا؟ لانه لا تتمثل الأهمية في ورود المال إليه، تتمثل الأهمية في كيفية استغلال هذا المال. وعندما استغل هذا المال لبناء صناعة، حرفة، مهارة، استصلاح أرض، إلى ما هنالك من الأمور، عندئذ أجدني قد نفذت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت في الدرس الماضي أن المجتمع العربي في الجزيرة العربية كان مجتمعا استهلاكيا، وكان يعيش على الحضارة التي يعني يستفيد منها من الجنوب آنا ومن الشمال آنا آخر. ولكن لما جاء الإسلام أنهض الإسلام الجزيرة العربية إلى الاعتماد على الذات، والاعتماد على الذات لا يكون عن طريق الخدمات أبدا، وإنما يكون عن طريق إقامة الصناعات، إقامة حرفة، تجارة، استصلاح الأرض، استثارة ما في داخل الأرض من معادن وخيرات وذخر ونحو ذلك، إقامة شبكة مياه واستفادة منها بشكل طالما أمر الله سبحانه وتعالى به ونبهنا إليه في محكم تبيانه. هذا المعنى معنى أصيل في ديننا، وكثيرون هم الذين يظنون أن النبي عندما قال ما أكل أحدكم طعاما خيرا من عمله، يظن أن هذا الكلام يعني عبارة عن أن الإنسان يكدح ويعرق بيده. لا، ليس هذا هو المهم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنف لنا الأعمال كلها مشروعة طالما كان السبيل إليها لا التواء فيه ولا خداع ولا غش. لكن هل هذه السبل المشروعة كلها تقف على درجة واحدة؟ لا، هنالك ما هو ذلك، لأنه يقيم للأمة دعائم المجتمع، يغنيها عن الاعتماد على الآخرين. ننتقل بعد هذا إلى الباب الذي يليه، وعنوانه باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآيات التي ساقها الإمام النووي كلها تدل على معنى واحد. وقبل أن نفسر المضمون العام لهذه الآيات، نلاحظ أن مفعول تنفقون محذوف أيها الإخوة بكل الآيات. وما أنفقتم من شيء، على من؟ سكت عنه الشارع. وما تنفقوا من خير في وجوه ماذا؟ سكت عنه الشارع. وما تنفقوا من خير، الآيات الثلاث هكذا عمم الشارع
عمم بيان الله سبحانه وتعالى الجهة التي يتم الإنفاق عليها حتى يشمل الإنفاق إنفاق الرجل على أهل بيته، إنفاق الرجل على أسرته، إنفاق الرجل على أرحامه ومن يلوذ به، ويشمل إنفاق الرجل على إخوانه المحتاجين من عامة الناس. هذا هو السبب في التعميم الذي نراه في كتاب الله عز وجل حيثما ذكر الإنفاق. هذا الإنفاق من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي يجمع المال ليمسكه عنده يمارس عملا من أبغض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ندع هذه الآيات ودلائلها الواضحة ونبدأ بالحديث الذي يليه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. لا حسد إلا في اثنتين. لا شك أن الإنسان يتنبه إلى سؤال، نحن نعلم أن الحسد من المحرمات وأنه من الكبائر، ليس من المحرمات فقط بل من الأمراض الباطنية الخبيثة التي حذر الله عز وجل منها. الحسد، الكبر، الحقد، هذه الكبر كلها على درجة واحدة من السوء، وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هو المعني بباطن الإثم. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين؟ أي صحيح الحسد محرم، لكن الحسد مشروع إذا رأى أحدكم رجلا قد أوتي مالا كثيرا فهو ينفقه يمينا وشمالا على هلكته، أي على المستحقين له. كأنه يقول الحسد بالنسبة له جائز. وكذلك رجل آتاه الله الحكمة، أي آتاه الله العلم، والعلم الذي نقرأه في كتاب الله والذي نقرأه في سنة رسول الله والذي تمثل في شريعة الله هو الحكمة. والحكمة عبارة عن وضع الإنسان الشيء في مكانه، أي في نصابه. طيب، هل يجوز لي أن أحسد إنسانا أوتي علما فهو يقضي به ويعلمه الناس؟ قال علماء الحديث: هنا كلمة الحسد المراد بها الغبطة، وهذا من قبيل المشاكلة، والمشاكلة لون من ألوان البلاغة معروف في اللغة العربية. فليس المراد بالحسد ما يشعر به الإنسان وهو أن يتمنى. ما الحسد؟ الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من فلان وتحولها إليه، هذا هو الحسد. ترى رجلا يملك دارا جميلة يتمتع بها فتشعر بشيء من الغيظ، بشيء من الألم تجاه تمتعه بهذه الدار، وتتمنى بشعورك الداخلي أن لو أزهق الله له هذه الدار وأتتها جائحة وتحولت هذه النعمة منه إليه، هذا هو الحسد. أما الغبطة فهي أن تسر لهذه النعمة التي يتمتع بها أخوك، وأن تتمنى لو أن الله أكرمك أنت الآخر بمثلها. هذه الغبطة وهو شيء محمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليبالغ لنا في أن هذه النعمة كبيرة جدا جدا، إلى درجة أن كأنما النبي يقول: لو جاز الحسد في العالم كله لسبب ما لجاز الحسد لواحد من هذين الرجلين. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا الحسد لا يجوز لأي من الناس.
لكن لن تجد نعمة حري بها ان تستثير مشاعر الحسد عند زيد من الناس الا نعمة من نعمتين. فنحن ايضا من هذا الكلام امام مقياس كبير جدا يوضح لنا عظم هذه النعمة. عظم النعمة بالنسبة للمسألة الاولى لا تتمثل في المال الكثير الذي اعطاه لهذا الغني، لا، هذه مقدمة النعمة، وانما تتمثل هذه النعمة الكبرى في ان هذا الرجل الذي اتاه الله هذا المال الكثير ينفقه يمينا وشمالا على مستحقي هذا المال من اقاربه ومن يلوذ به ومن سائر الناس الذين يثبت لديه انهم بحاجة الى المال. هذه هي ثمرة هذه النعمة. وليس المراد بالنعمة وجود المال، المال يعطيه الله لمن يحب ولمن لا يحب. ومعنى ذلك ان ايا منا عندما يجد انسانا، فعلا انا اشعر بهذا عندما اجد ايها الاخوة رجلا غنيا من كبار الاغنياء، متعه الله بالدار الجميلة والرزق الوفير والطعام الرغيد والاهل والاسرة، ثم انه ينفق المال يمينا وشمالا، والله ان هذا الانسان ليغبط. لماذا؟ لانك تنظر اليه فتجده انه وفر لنفسه سعادة الدنيا والاخرة. هذا هو التاجر الحقيقي، هذا هو التاجر الحقيقي. آتاه الله المال متع نفسه به في دار الدنيا، وماذا في ذلك؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكنه استخدم المال أيضا في الوقت ذاته ليكون غراس خير وسعادة له بعد الموت. طيب يا أخي، هذا الإنسان يعني ضمن لنفسه سعادة الدار. وفعلا اذا اردت ان تغبط انسانا على شيء لن تغبطه الا على مثل هذا الامر. اما الرجل الغني الذي يجمع المال ثم يرقد على المال، يجمع الملايين ثم يحتضنها ولا يزال يحافظ عليها، لا والله هذا الانسان شقي لا يغبط بشكل من الاشكال. هو شقي وهو فقير. اجل، هو فقير لانه ياخذ المال يحتضنه ثم ان لعابه يسيل على المزيد، اليس كذلك؟ نعم. فهذا ليس من الناس الذين يغبطون بشكل من الاشكال. كذلك الرجل الفقير لكنه على الرغم من فقره ينفق، هذا شيء رائع جدا، لكنك لا تغبطه، بل تغبط الانسان الغني. خير لك ان تكون غنيا تنفق من ان تكون فقيرا وتنفق، لا شك ان هذا اولى من ذاك. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنالك ابعاد كبيرة جدا فيما ينطوي عليه هذا الكلام بشقه الاول وبشقه الثاني، نرجئ شرح ذلك الى الدرس الاتي ان شاء الله. نحن طبعا ايها الاخوة يوم الاثنين المقبل غالبا لن يكون شهر رمضان، ولكن في شهر رمضان اذا احيانا الله سبحانه وتعالى ستكون دروسنا كالعادة بعد العصر بدلا من بعد المغرب، والحمد لله رب العالمين.